أنواع مواقع المواقع الإلكترونية، أولا مواقع ستاتيك، وثانيا مواقع تفاعلية. شنو هي مواقع الستاتيك؟ طبعا مواقع عادية، هي تحتوي على صفحات ثابتة لا تتغير إلا برمجيا بتغيير الكود الخاص بالصفحات. بمعنى أنا عندي صفحة ويب، أنا ما أقدر أغيرها إلا عن طريق أنه أفتح الكود البرمجي المصدري الخاص بها وأقوم بتغييره مرة ثانية، مع أنه غير تفاعلية. وتقوم بعض الصفحات بشكل ثابت كما أنها غير تفاعلية، معنى أنها لا تحتوي على قواعد بيانات إدخال وإخراج البيانات، وهي على الأقل يعني هي تتم برمجتها باستخدام ال HTML، يعني فقط لغة عرض HTML أو CSS. طبعا هاي ما موجودة، قليلة جدا قليلة. بالنسبة للمواقع التفاعلية، واللي احنا بصدد يعني هذه الدورة انه انشاء موقع تفاعلي، مواقع انترنت تفاعلية تقوم بعرض البيانات من قاعدة بيانات تستوردها الصفحات لتعرضها للمستخدمين. طبعا تقوم الصفحات بإدخال البيانات إلى قاعدة البيانات من خلال المستخدم المتفاعل مع الموقع أو مدير الموقع الأكثر استخداما، وغالبا ما تتم برمجتها باستخدام الـ ASP.NET SQL Server أو الـ PHP My SQL. بمعنى أنه إحنا عندنا أصلا موقع إنترنت، هذا الموقع إنترنت أنت تعطيه البيانات، يعني المستخدم راح يدخل البيانات، عندنا قاعدة بيانات راح تستورد البيانات، وأيضا راح بنفس الوقت أنه هو راح تاخذ البيانات وتعرضها للمستخدم مرة أخرى حسب تصميم الموقع، حسب الحاجة للموقع.